نرحب بالدكتورة حنان سليم يلي صارت موجودة معنا بالاستوديو. صباح الخير دكتورة. صباح النور دكتورة حنان، نورتينا في يوم جديد. ميرسي بوجودكم. احنا كثير سعداء بوجودك معنا. ميرسي، شكرا. يعني بداية حابين نعرف عن طريقك في الصحي، خاصة حضرتك تعرضتي لمحنة صحية كانت صعبة عليك، تمام؟ فكلمينا على البدايات بعد إذنك. والله أنا أصلا دكتورة صيدلانية، 25 سنة خبرة في الصيدلة، و الحمد لله اشتغلت في مراكز ومستشفيات عالمية، وما مريت في الظروف الصحية. قلت خلاص، يعني أنا عندي الخبرة وعندي الدكتوراه وكده، أنه كيف أتعامل معها، كيف أتعامل وكده. لاحظت كل اللي عملته وكل اللي كنت اتعلمته يعني ما فاتنيش زي ما كنت توقعت. يعني جربت كل الأدوية، جربت كل النظام الغذائي. يعني أنا كنت 40 كيلو أكتر من كده، يعني وسبب لي طبعا كل الأمراض اللي هي السكر والضغط والكوليسترول. يعني لقيت الموضوع مشاكل مشاكل وبتفاقم كتير، فعلا. صح؟ فما لاحظت كده، قلت طيب في حاجات تانية بديل الطب. فجربت طبعا حاجات كتير، وخدت حتى certifications وtraining كتير في الموضوع، ولقيت يعني الموضوع الأساسي في لينك كان ناقص، يعني اللي أنا اكتشفته اللي هو لازم نعرف الأساس اللي ورا المرض، ورا مثلا المشكلة نفسها. وساعات تبقى حاجات بسيطة، يعني تبقى قصة احنا عاملينها أو متخيلينها في دماغنا اللي هي مش صحيحة في الآخر. عشان القصة ديت ابتدت واحنا صغيرين، عندنا 6 7 سنين، وكبرت صحيح. معانا حلو. وفضلت معانا. فيعني انا من تجربتي لاحظت ان 99% من الموضوع القصه ديت او حاجه نفسيا. يعني شو هو المعتقد دكتوره اللي انت بتقولي عنها، القصه، المعتقد اللي موجود منذ الصغر؟ بالضبط، يعني ممكن يكون سوء تفاهم، يعني مع الاهل مثلا، اللي انا مش ذكي، اللي انا مش ما عنديش القوه، ما عنديش الاراده، الإرادة. ما عنديش، يعني على حسب. يعني انت لو مثلا في حد عايز يخس، ما عنديش الاراده، دي بتبقى قصه معاهم كتير يعني. صح. وبالتالي عشان كده الدايتس يعني عامة، يعني بيبقى في الأول يعني عايزين يخسوا وكده، فتلاقي النشاط وكده، بس بعد فترة الطباع هي اللي بتتغلب على الواحد. هو فكرة الدايت، يعني بالأساس الواحد بحس حاله أنه مجبور يمتنع عن الأكل، ولكن يمكن إذا حسينا أنه هذا الموضوع هو لايف ستايل، هو لازم نحن بالضبط نعيش هيك، يعني نعيش بالضبط حياة صحية سليمة، بالضبط. ما رح نحس بقى أنه نحن ممنوعين من شيء. لا، هي مزبوط. اهم حاجه العاده ديت لازم نكسرها، اللي هي العاده عباره عن دايره فيها 3 نقط. اول نقطه اللي ستريس، اي نوع من الستريس، اذا كان والستريس ديت المعلومات اللي بتدخل في العقل الباطني عن طريق السنسز تبعنا، شفنا حاجه، سمعنا حاجه، دقنا حاجه، شمينا حاجه، يعني التاتش كده. وبعدين بتدخل بقى على الهدف اللي انت عايز توصل له، اللي هو ريليف من الستريس. ففي نص الدايره بتعمل حاجه اللي هي من السبب الاسترس، عايز تبقى في راحه من الاسترس. فبتعمل ايه؟ في ناس بتدخن، في ناس بتاكل، في صح. يعني ديت العاده. لم فاحسن حاجه الواحد طبعا مش هنقدر نغير الاسترس عشان حوالينا، وطبعا طبعا لازم الجسم محتاج الريليف دوت او الراحه ديت من الاسترس. فلازم نكسر بس اللي هي في النص، نلاقي حاجه بديل للاكل، تدخين لكده. يعني دكتورة حنان، كنت خبرتينا ان انت فقدتي من وزنك 40 كيلو، وهذا 30 30 ولا شغالة لسه في اخر 10 في اخر 10 هلا، وهذا كان مدته في 10 شهور. في كيف 10 قدرتي شهور فعلا ان انت يعني 40 او 30 كيلو تحققي هذا الرقم، خاصة انه هو كتير كبير بالنسبة لناس، بالظبط يعني الناس مش قادرة فعلا تخسر كيلو او 2 كيلو. قد بالظبط. ايه هي الإرادة؟ هو لما الموضوع يعني في 10 شهور لو 3 كيلو في الشهر مش كتير الصراحة. مش كتير. لا، 2 هو مفروض، يعني 2 يعني كيلو في الأسبوع الواحد ينزل، فالأفريج بين 3 و4 كيلو، فده عادي. بس إنك تستمري هو ده اللي صعب، إن اللي تنزلي، يعني عشان الناس بتنزل 5 كيلو 3 كيلو وبعدين في ستوب، وبعدين ما بيعرفوش بقى ايه صح. يعملوا. فعقبال ما يوصلوا للمرحلة دي بيرجعوا، يعني الموضوع مش نافع بالنسبة لهم، فبيرجعوا تاني للطباعة اللي احنا اتكلمنا عليها الأولانية.
دكتور كمان حضرتك يعني قمت ب اعداد او كتاب Second Chances بالظبط. An Uncommon Guide to Rapid Fat Loss، يعني العنوان بشد الشخص انه يمكن يقرا هذا الكتاب، اكيد حتى فيه تيبس انه سيستم كامل. مظبوط. ف خبريني عن الكتاب اكثر، اكيد هو مكتوب باللغه الانجليزيه، في شو ممكن بالعربي برضو. في بالعربي كمان. لسه نازل الاسبوع اللي فات. حلو، الف مبروك الله لكان. يبارك فيك. الشخص يلي ممكن ياخذ الكتاب شو ممكن يعني اي معلومات رح يتلقيها؟ اول حاجه واهم حاجه الاساس، زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا المشكله اللي حصلت لي اللي هي الطب الغذائي او الدواء او whatever، دي مرحله تانية. المرحله الاولى اللي احنا لازم نعرف ايه السبب اللي خلانا نتجه للعادات اللي هي السلبيه اللي هي مش صحيه. فهل يعني معظم الكتاب على النقطة ديت، على ازاي تحارب وتكسر العادة وتكسر التفكير اللي انت ممكن تكون عرفته من فترة وانت صغير وكبرت معاك ومش عارف بس العنوان تتخلص يعني منه. رابيد فات لوس، يعني خسارة الوزن بطريقة سريعة. ما هي دي، ما في الفترة اللي انا كنت قعدت يمكن 5 6 سنين، يعني وزني بيزيد، ما كنتش باكل كتير، كنت عاملة كل الدايت اللي هي نازلة في السوق طبعا، حلو. عشان في الصيدلة اي حاجة تنزل جديدة من الاعشاب او من تجربيها على طول؟ اجرب على طول. يعني انا كنت يعني وما كنت لازم تنزلي؟ ما كان وزنك كنت ينزل؟ انزل اللي هو الطبيعي اللي هو كله بينزل 2 3 كيلو اللي هو في الاول. على فكره ال 2 3 كيلو دول معظمهم ميه anyway، يعني بتنزل من الجسم مش فات. لما تيجي بقى تدخلي في انك تخلصي من الشحوم او الفات بيبقى الموضوع اصعب. فلازم تبقى تقدري عندك ال will power انك تكملي. فدوت الكتاب ازاي تكملي، يعني اهم شيء سوري روان، اهم شيء قلت الويل باور، يعني ال will قوه power الاراده. بالظبط. هيدا الشيء اللي الكتار ما عندهم اياه، صح. بالاخص انا ما عندي اياه. يعني انا يمكن بدي انزل مثلا 3 أو 4 كيلو، ما بقدر، ما عندي الاراده. اولا يعني اول حاجه الكلام اللي احنا بنقوله، ما تقدرش تقول ما بقدر، دي اول غلط ناس بقدر. كتير. هي من لازم ضمن النصائح الاوليه اللي السايكولوجي بتقدميها لكل القراء في الكتاب، يعني شو هي النصائح الموجوده ببدايه الكتاب لحتى تخلي القارئ انه يمشي عليها صح ويبدا حياته صح؟ انا في تمبلتس هالموضوع، يعني بحكي لهم في الكتاب ايه الموضوع، وبعدين في تمبلتس عشان كل واحد في حياته يعني ليه قصه لنفسه يعني. اكيد. فبيمشي مع التمبلت في الكتاب نقطه نقطه، الاسئله بالظبط بتدل الاسئله كمان مش بتكلم العقل الواعي، بيتكلم العقل الباطني، عشان كل المعلومات القويه والرد الاسئله ديت في العقل الباطني. طيب دكتورة، قدرتي فعلا ان انت توصل المعلومة لكل القراء ولكل كمان اللي شاركتيهم تجربتك من خلال الندوات مثلا، ايوه لكل بالظبط. الموجودين فعلا قدروا يوصلوا لنتيجة وقالوا لك دكتورة مشيت معنا صح؟ بالظبط. يعني معظم الناس اللي انا كنت بتحدث معاهم يعني فاكرين الموضوع شهور، يعني الموضوع هيفضل معاهم شهور ان يوصلوا الاساس او السبب اللي هو بيخليهم يتلاقوا للعدد دي. ربع ساعة ربع ساعة. ربع، يعني في خلال 10 دقايق ربع ساعة العقل يبتدي يفتكر ده السبب، اوكي كده بقى نقدر نتعامل معاه ونتخلص من الموضوع. أنا بعتقد إن أنت يا كارلوس لازم تقرأ الكتاب. لازم أقرأ، أكيد لازم أقرأ الكتاب. دكتور بس بالنهاية وبشكل سريع، كنت عم تقولي لي إنه أنت بتقدر، يعني كل بالظبط شخص بيقدر، شو ممكن كل ننصح شخص الناس؟ بيقدر. يعني أنا بأمانة، يعني أنا فعلا، ومش أنا بس، يعني عملاء في العالم في أمريكا في أوروبا شايفين دوت فعلا الطب المستقبل، اللي هو مش إنك تتلج تلجأ الأدوية للأدويات. أو صحيح. الدكتور أو وصفات أو كده، لا هي بتبتدي داخليا بكل شخص. يعني حفز نفسك من الداخل لحتى تقدر بالظبط ان انت تعطي من لقدام. بالظبط. واولا زي حضرتك ما قلت، الكلام ذات نفسه انا ما بقدرش، انا مش هقدر، انا صحيح يعني دوت بيعمل امفسس اكتر على القصه اللي احنا بنقول عليها. مظبوط. دكتورة حنان السيم، احنا كتير مبسوطين بوجودك معنا ميرسي في يوم ميرسي، جديد شكرا. ونورتينا، واكيد رح ميرسي نستفيد من تجربتك ان ورح شاء الله نتابعها اكيد احنا والمشاهدين. ان شكرا شاء الله كتير لك. شكرا شكرا، فرصه سعيده.